اهلا اهلا بنات، اليوم نهار جديد وفيديو جديد. نمشيو لاول كريم اللي كنقدم لكم اليوم، هو كريم نيفيا. ديجا هو كما كتشوفوا بنكهه ديال الفاني. هنايا كنوريكم انه راه 200 مليلتر، يعني راه فريمون كونتيتي. وهاد لا مارك رابور كاليتي بري راه توب، فريمون توب. وديجا راه مارك اللي هي معروفه pour la crème tanniale, elle est hydratante, sans paraben et sans silicone, nourrit et adoucit la peau. C'est pour la peau sèche et autres et sensible, il y a une voilà, il démarre à qui m'a outil comme que il y a la cosmétique, mais très fouelle au minha sans faire que tu as la peau sèche, pardon, sensible, mais qui a pêche à cas des influences négatives. Voilà. عن تجربة وراه معروف ديجا، ما نحتاجش انني نهضر عليه اكثر من القيمة اللي ديجا هو عنده. ندوزو لا كريم ثوازيام، هيمالايا اعشاب. هذا بزيت الزيتون، حتى هو ايدغاتون. ديجا هذا خديت منه زوج كيكونوا برومو و افيك ان بون بري. ما فايتش هادو جوج كيكونوا ما فايتينش 50 درهم، ما فايتينهاش بزوج. فوالا هو كي حتى هو ايدغاتون اي ادوسي لا بو، فريمون رائع. وحتى الباكاجين ديالو زوين وصغيور، سو تقدروا ديروه في لي ساك ديالكم شاك جوغ، خصوصا في وقت البرد. سو ضروري الواحد ما يعتني بلي مان ديالو. ثوازيام باردون كاتريام ارتيكل او بيان برودوي، هي هاد كود كور ديالي، هادي افيك غرناد اشوايا، راه معروف هاد لا مارك. هادي راه ما فايتش لي بري ديالها 25 ولا 30 درهم. فريمون ديال غرناد فرويتيي سكري، انا اصلا كيعجبوني هاد لوغو، هذا كيكون فرويتيي كيكون زويون وفيمينيست. سو ندوزو لهاد لو برودوي، هو بيبي كريم بيور ديال ماي واي. فريمون ديجا الا لاحظتو شفتو مزيان، راه ديجا انا مستعمله، راه ماشي جديد. سو رائع، انا لابو ديالي دهنيه. سو جا لي مع لابو ديالي بزاف. هاد بيبي كريم راه انتي تاش ومزيان، يعني عنده 50% ديال انه اكران سولير، 50% في البورسنتاج. فريمون رائع و فيه حتى انه كي ادوسي لابو، فيه حتى واحد ترطيب على فوا. بالنسبه للفوتو وايت، هذه خديتها من باغا فارماسي. كما كتعرفوا دائما انا باغا فارماسي راه كتنقص 25% بارابور لي فارماسي. سو هذه خديتها في باغا فارماسي 170 درهم. كما كتشوفوا 50 بلس بالنسبه انا اكران سولير بلس انا اونتي تاش. عند اي محل هكا ديال لي برودوي د بوتي، نو هادي راه ديال لا بارا فارماسي، وكتعالج حتى لي تاش اللي كيكونوا في لابو. رائعه جدا فريمون، ما عندي ما نقول فيها. و لي بري ديالها بارابور لا كاليتي ديالها راه رائعه بزاف. سو هنا كما كتشوفوا راه جربت لكم كوم كوا، يعني قدامكم درتها ليديا vraiment في خاصها مزيان هذا استومبا مزيان على لابو. اي ابري صاو هنا ديجا استومبات في لابو. فريمون راه في الواقع فريمون راه ريالمون احسن من لا فوتو هكا او بيان لا فيديو. واي ارتيكل او بيان برودوي كتاخذوهم لا فارماسي او بيان لا فارماسي، راه كتكون يعني لا غارونتي مضمونه. سو ندوزو لهذا ديال هدى بيوتي، حتى هو راه ديجا راه معروف هاد لا مارك. سو هادي فون دو تان صراحه غير ديال المناسبات، ما ننصحكمش انكم ديروا اون جينيرال، ديروا لي فون دو تان شاك جوغ، لان لا بو فريمون كتولي فاتيكي، كتولي بال، كيوليو لي سيرم تحت من العينين. نو يعني الانسان يحاول انه يعتني بلا بو ديالو ما امكن، باش
no make-up ou les soins naturels haka chaque jour. Et voilà. Akhir article معنا في هذه la vidéo هو ديال هدى بيوتي تروى نيود. ديجا هاد لا باليت راها معروفه الاكثريه ديال البنات راه ديجا عندهم. سو صراحه هاد لي باليت بوغ موا انا هما نيود، الوان ترابيه خفيفه. سو كتستومبي هكا شي شويه يكون خفيف ويكون كيوت او ميم طون. سو الى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساو سبسكرايب. ثانك يو. ونختمو بهاد الارتيكل هذا ديال ايف روشي، جيل دوش سنسويل و فريمون فيمينيست بنكهة الفاني كما كتشوفوا. فيه 400 مليلتر فريمون كونتيتي، وبالنسبه اللي غادي تسال على لو بري ديالو راه ما فايتش 70 درهم. ما تنساوش سبسكرايب، ونتمنى لا فيديو تكون عجبتكم. اي ميرسي.